أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. المعوقين هم المثبطين، تثبيط التكريه، وعوق كأنه يعني قلل السرعة وعوق غيره. والقائلين ليس التعويق فقط، بل والقائلين لإخوانهم، يعني فهم ضعفوا وجبنوا وأضعفوا غيرهم، ولا يأتون البأس، والمراد بالبأس هنا الحرب أو مكان الحرب، إلا قليلا. طبعا ما معنى هذا القليل الذي يأتونه؟ يعني أنهم يأتون رياء وسمعة، يأتون رياء وسمعة أشحة عليكم. يصفهم الله عز وجل بأبلغ وصف في هذه الآية، قال الله عز وجل: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. إذن لهم حال أشح على الخير، حال الأمن، إذا جاء الخوف واشتد الخوف نظروا هذه النظرة، فإذا جاء الأمن مرة أخرى انقلبت حالهم. لهم ثلاث حالات، لأنهم أمرهم مريج، أمرهم مضطرب، يعني كما قلنا في المثل التي ذكرت لكم، قال الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين. فهم لهم قلوب، ولذلك تدور أعينهم حسب دوران هذه على القلب. أشحة عليكم في حال الأمن، بخلاء في حال الأمن قبل أن تأتي المعركة أشحة، بخلاء بالمعونة، بخلاء وأشحة بالنفقة، أشحاء بالمودة، بالمال، أشحة بالأبدان، بكل شيء. فإذا اقترب الخوف رأيتهم ينظرون. لاحظوا أيضا في قول الله عز وجل: ينظرون إليك، وكأنهم هم ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: أنت السبب، أنت السبب اللي ورطتنا في هذه المعركة. لا، قلوبهم جزعة، ما عندهم إيمان. فينظرون إليك تدور أعينهم، يقول يعني يا ليتنا ما أطعناك، لأنهم منافقين. فإذا ذهب الخوف جاءنا هنا، إذن ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، لأن كما قلت وجهتهم غير واحدة، الوجهة لهم غير واحدة، تدور أعينهم هنا وهناك، بل تدور سريع في تشتت الأعين، تدور في النبي وحول النبي وهنا وهناك، لأنهم عندهم ذلك الخوف. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، ذهب الخوف العظيم وتنفسوا الصعداء، خاطبوكم مخاطبة بليغة، وفي قراءة سلقوكم، وفي قراءة سلقوكم بالصاد، ووصف الألسنة سلقوكم بألسنة حداد، الحدة لشدة فري هذه الألسنة. وقيل أن السلق يعني أنهم يخادعونكم، يقولون الكلام يرضيكم بعد أن يأتي الأمن. وقلت لكم خص النظر النبي صلى الله عليه وسلم لتكرر هذا النظر إليه صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله عز وجل في ختام الآية: أولئك لم يؤمنوا فأحبط أعمالهم، ذهبت كل أعمالهم، وهذا عند الله يسير، وكان ذلك على الله يسيرا. وأيضا لازلنا في وصف المنافقين، يحسبون الأحزاب، المنافقين يحسبون الأحزاب لم يذهبوا
وأن يأتي الأحزاب وأن يأتي مرة أخرى هؤلاء الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، يعني يكونون برا المدينة ويتصيدون أخباركم، ها استوصلوا ذهبوا ما ذهبوا، ها ولو كانوا معكم أيضا ما قاتلوا إلا قليلا. يحسبون الأحزاب، هم الآن عندما سلقوكم بألسنة حداد يحسبون الأحزاب. الشيخ السعدي ذهب رحمه الله معنى الآية معنى جميل، قال يعني يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يعني كأنهم هم الآن لماذا سلقوكم بألسنة حداد؟ لأنهم كانوا يظنون أن الأحزاب لن يذهبوا، فافتروا عليكم بهذه الألسنة الطويلة. وإن يأتي الأحزاب يأتون مرة أخرى أيضا حتى لو وقعت المرة ثانية، فحال المنافقين يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يعني يكونون في الأعراب ولا يكونون فيكم، ولو كانوا معكم أيضا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. إذن هناك الكلام هنا خبر، ولكنه اقترب بحرف التوكيد في لقد، يومي إلى تعريض بالتوبيخ للذين لم ينتفعوا بالإسوة بعد ذلك. قال الله عز وجل في ذلك توبيخا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في أي شيء؟ أسوة عامة وخاصة، عامة في كل أفعاله وتقريراته وأحواله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في معركة الخندق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخندق عليه الصلاة والسلام يحفر معهم ويحمل التراب ويواسيهم ومعهم عليه الصلاة والسلام في كل أحوالهم. ولذلك يقول ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، والذي يقرأ السيرة يجد أن هذه الغزوة خاصة وفي سائر حاله قدوة، لكن في هذه خاصة أيضا لأنه شاركهم في الخندق وفي الضرب وفي نقل التراب وغيرها من الأمور عليه الصلاة والسلام. حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. جاء هنا التأكيد الأمر بالذكر، وجاء مؤكداً أيضاً في يعني سبحان الله، هذه السورة أيضاً ورد فيها مما ورد وتختصت به كثرة الأمر بذكر الله عز وجل، كثرة الأمر بذكر الله يرجو الله، وأيضاً الذاكرات الله كثيراً، فجاء في أكثر من موطن مسألة الذكر، بل والإكثار من الذكر حتى لا ينشغلون بشغب المنافقين، حتى لا ينشغلوا بشغب المنافقين وبقالة المنافقين وما يقوله هؤلاء أهل النفاق. إذن هنا جاء الأمر بالذكر، ولذلك قال الله عز وجل بعد ذلك: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا. وهذه الآية عظيمة يا إخوان، وتأملوا فيها، وأرجو أن نقف معها وقفة يعني تبقى في الأذهان. قال الله عز وجل: انظروا لأهل الإيمان في أحرج المواقف وأصعب المواقف والموقف الذي بلغت فيه القلوب الحناجر، ولما رأى المؤمنون الأحزاب خافوا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. يعني أن هذا أخذا من ماذا؟ ها؟ من سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذن النصر يأتي في وقت اشتداد، يعني في الوقت اللي تتصور أنه أغلق. ولذلك النبي حتى كان متفائل وهو يضرب على الصخرة وتضيء الصخرة، يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت قصور كسرى وقيصر، ثم في الثاني قيصر، ثم اليمن، من تفاؤله صلى الله عليه وسلم في أشد الحالات متى نصر الله. ولذلك أهل الإيمان لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا، يعني اشتدت الأمور، إذن هناك فرج. وقالوا: وصدق الله وصدق الرسول أيضا، وما زادهم هذا التصديق لله وللرسول إلا إيمانا وتسليما. ولذلك يقول شيخ الإسلام عند هذه الآية: قالوا العلماء: قد أنزل الله في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، فبين أنهم لا يدخلون الجنة إلا أن يبتلوا كما ابتلوا من قبلهم، مستهم الحاجة والفاقة والضراء والزلزل. ولما جاءت الأحزاب
عام الخندق، فرأوهم قالوا لما رأوا هذا، رأوا يوم الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، في هذه الحالة ماذا كانت حالهم؟ فاخشوهم فزادهم إيمان. إذن يا إخوان، رأى المؤمنون ماذا قالوا؟ هذا ما وعدنا الله، بس بل وزادهم، زادهم إيش؟ أيقنوا بأن هذا وعد الله، وهذه الشدة زادتهم عليهم من الله الرضوان، زادتهم إيماناً وتسليماً. ثم قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. رجال، سماهم رجال، وهذا في المدح والثناء، لأنه مشتق من الرجل، والرجل يقوم عليها الجسد، فهؤلاء رجال، رجال لا تلهيهم تجارة. وكما قلنا أيضا، ما جعل الله لرجل، يعني الرجل ما له قلبين، الرجل له منهج واحد، له وجهة واحدة، أما أصحاب الوجهات فلهم. ولذلك هؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. والمراد بالنحب هنا الصحيح ليس الموت، الصحيح أن المراد بالنحب هنا العهد، العهد، قضوا النحب وهو النذر الذي نذروه على أنفسهم. وهذه الآية بالمناسبة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، هذه الآية التي قال عنها زيد بن ثابت، يقول: كنت أسمعها كثيراً، يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ينسخ المصحف ما وجدها مكتوبة، ولا هو يسمعها محفوظة، لكن لأنه ألزم في جمع المصحف أن يكون شيء، كل شيء مكتوب، لم يجدها إلا عند خزيمة ابن ثابت الأنصاري، الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. وقال أنس، يقول: كنا نحسب أن هذه الآية نزلت في النضر، أو في أنس بن النضر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. وما بدلوا تبديلا، وإنما ذكر هنا للتعريض بالمنافقين، لأن المنافقين بدلوا وحرفوا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء. ليجزي الله، لاحظوا الجزاء وإظهار لفظ الجلالة، الجازي هو الله، وهذا إظهار مقام إضمار. قال الله عز وجل: ليجزي الصادقين بصدقهم. في الآية الثامنة قال الله عز وجل: ليسأل الصادقين عن صدقهم. وصدقهم هم وفاءهم بالعهد. ثم قال سبحانه وتعالى: ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب. وتعليق التعذيب على المشيئة، تعليق التعذيب على المشيئة، انتبهوا له هنا، تنبيه بسعة رحمة الله عز وجل، وأنه لا يقطع رجاءهم في التوبة من النفاق. سبحان الله، يعني مع أنهم حتى الآية ختمت بقول الله عز وجل: إن الله كان غفورا رحيما، مع أني قلت لكم هذه من أشد الآيات على المنافقين، لكنها تشدد وتفتح الباب، تشدد وتفتح لهم الباب. فالله عز وجل: ويعذب المنافقين إن شاء، ثم أيضا ختمها بإن الله لعلهم، وفعلا تاب من تاب منهم، كما تاب وعتب بن قشير وغير ممن تاب. وجملة إن الله كان غفورا رحيما ختام يناسب حال المنافقين. وكثير فائدة، كثير ما يأتي في صفات الله اقتران الغفور بالرحيم، اقتران الغفور بالرحيم. وطبعا الغفور جاء في 91 موضعا، والرحيم جاء في 114 موضع. يعني صفات الله، أسماء الله الحسنى، طبعا أكثر ما ورد طبعا على الإطلاق صفة لفظ الله عز وجل جلاله الله، هذا أكثر من ما يقارب 3000، ثم لفظ الربوبية، ثم بعده ماذا قلنا؟ العليم. العليم جاء في 152 موضعا العليم، وبعده مباشرة الرحيم، بعد في الصفات جاء الرحيم في 114 موضعا، وبعده الغفور. والمؤكد هنا يعني أن جاءت في 3 آيات أن الله كان، يعني
في مسألة اقتران الغفران بالرحمة يأتي غفور رحيم والله غفور رحيم وهو الغفور الرحيم، أما أن تأتي مؤكدة اقترنت كثيرا في القرآن، أما أن تأتي مؤكدة فقد جاءت في ثلاث مواضع، ومنها هذا الموضع دلالة على سعة رحمة الله عز وجل وأنه يفتح الباب لهؤلاء. ثم قال الله عز وجل أيضا مع في وصف هذه المعركة: ورد الله الذين كفروا بغيظهم. لاحظوا ما هو بأرجع، يعني هنا يعني الرد أبلغ من الهزيمة، فردوا إلى مكان خروجهم. ورد الله، ولاحظوا لفظ الجلالة هنا، لاحظوا في الآية: ورد الله الذين كفروا وكفى الله المؤمنين وكان الله، كلها في آية واحدة ثلاث مرات يظهر لفظ الجلالة الله، لأن الله عز وجل سبحانه تولى هذه المعركة، فهو الذي رد وهو الذي كفى وهو القوي سبحانه العزيز. حيث رد الله وكفى الله وكان الله، إظهار في مقام إضمار، إظهار لتأكيد هذا الأمر، حتى لفظ الرد، لأن الرد الإرجاع إلى المكان الذي صدر منه، لأن رجوعهم إلى بلادهم أعمل، رجوعهم إلى البلاد بلادهم هؤلاء الكفار من هوازل وغطفان قريش أكثر اطمئنانا لأهل الإيمان. وقال: ورد الله الذين كفروا، ما قال الأحزاب مع أنهم الأحزاب، لتسجيل الكفر عليهم للإيماء أن الخيبة خيبتهم هذه كانت بسبب كفرهم، وردهم بعد لم يرجعوا هكذا، إنما رجعوا بغيظهم، بغيظهم رد معهم الغيظ، وهذا أشد، يعني ما استفادوا، رد معهم الغيظ، وبقي الغيظ يحرق قلوبهم لم يتنفسوه. وإظهار لفظ الجلالة هنا رد الله وكفى الله للدلالة على عظيم هذا الرد عن الكافي الله، وعلى عظم هذا الرد وعظم هذه الكفاية. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، والغيظ هو الحنق والغضب، لأنهم يعني ردهم بهذا الغيظ كان غضبهم في أنهم تحملوا كلفة الاجتماع والإنفاق وطول المكث، كل هذا بلا طائل، كل هذا بلا طائل. ثم قال سبحانه وتعالى: وأنزل الذين كفروا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. والمراد بهؤلاء الذين أنزلوا من هم؟ يهود، كلهم يهود، لكن هؤلاء قريظة الذين تمالأوا وقد عادوا النبي ثم تمالأوا في المعركة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي، تعرفون القصة، لما النبي صلى الله عليه وسلم انتهت انصرف هذا الجيش قبيل الظهر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم وصل الضحى، ثم النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المدينة الظهر، ثم لما أراد أن يدخل المدينة أو أراد أن يتخفف بعد هذا العناء، جاء الأمر من الله عز وجل أن وقد صلوا الظهر أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة الذين خانوا، وكانوا يقعون في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لهم. وقال الله عز وجل في ذلك: لما وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. لما عاد ظهرا وكان بسبب أن يغتسل ويستقر جاءه الوحي، فذهب وحاصرهم عليه الصلاة والسلام 20 ليلة، ثم نزلوا على حكم صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا امتن الله عز وجل عليهم بقوله: وأرضا لم تطؤوها. يقول قتادة: ما المراد بالأرض التي لم يطؤوها؟ يعني قيل مكة، وقيل فارس والروم، وقيل خيبر، لكن الأصدق الأقرب والله أعلم أنها خيبر، لأنها كانت أقرب الغزوات. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا. هنا السر، ما سر التخيير هنا في الآية؟ ما سره؟ نعم.
لكن لماذا لم يطلبنا إلا في هذا الوقت؟ أحسنت، جاءت بعد، بارك الله فيك، لما فتح على النبي بنو قريظة وأيضا قبلهم بنو النضير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم الحاجة كفايتهم فقط، جاءت هذه الآيات. يعني فنزل قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآية إذن يخير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه بين أن يعيشون معه عليه الصلاة والسلام عيشة الكفاف، أو أنهم يسرحن السراح الجميل. وهذه لأنهم يعني كأنهم وجد منهم شيء عندما سألوه شيء من عرض الدنيا وسألوه زيادة في النفقة. ولذلك كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر قال: دخل أبو بكر يستأذن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع عليه النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجات اجتمعوا عليه، فحصل عنده شيء من الغضب صلى الله عليه وسلم، فما أدخل أحدا، فاستأذن، جاءوا الصحابة فاستأذن أبو بكر فأذن له، ثم دخل ووجد هذا الوجوم على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن عمر ودخل، فلما رأى الوضع عمر رضي الله عنه وأرضاه الوضع يعني شديد، فقال: لأقولن شيئا يضحك منه الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت زيد، يقصد زوجته، قال: لو رأيت بنت زيد سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. يعني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. هن حولي، يعني شوف الآن عمر قال يعني قال نفس الشيء، نفس المشكلة هي أيضا عندي. فقام أبو بكر إلى ابنته عائشة ليضربها، وقام عمر إلى حفصة ليضربها، وكل واحد منهم تسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لها: تسألون ما ليس عنده؟ فقلنا رضي الله عنهن وأرضاهن والله لا نسأله بعد ذلك شيئا. ثم نزلت آية التخير، هذه الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ كل زوجة، بدأ بعائشة وقال: يا عائشة إني أخيرك بين البقاء وبين التمتيع والصراح، فقالت: أفيك أختار؟ قالش: لا تعجلي حتى تشاوري أبوك، استشيري أبوك. قالت: أنا أشاور في أشاور فيك أبوي؟ ها؟ فقالت: لا أختار عليك يا رسول الله أحدا، لكن لا تخبر أحد، لا تعلم أني اخترتك، يعني لعل الأخريات تختار الانفصال. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 من النسوة لما نزلت آية التخيير عليه الصلاة والسلام، 9 نسوة، من 5 من قريش، وهن عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة وزينب. نعم. وأربعة من غير قريش، وصفية وميمونة وغيرهم. والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللاتي في عصمتك إن كنتن تردن ساعة الدنيا فتعالين. وأسرحكن، أيضا هنا في قوله أسرحكن المراد بالتسريح هنا يعني مشتق من الإرسال، ومنه تسريح الشعر، منه تسريح الشعر، تخليص بعض عن بعض. وقال: أسرحكن سراحا جميلا. وأيضا يعني هنا أيضا السراح فيه جمال. ثم قال سبحانه وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب 2. والفاحشة ترى إذا جاءت معرفة في القرآن فالمراد بها الزنا، وإذا جاءت منكرة فالمراد بها الذنوب اليسيرة. لا تخلطون بين هذا وهذا. من يأتي منكم من بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 2، وكان ذلك على الله يسيرا. ما مناسبة وكان ذلك على الله يسيرا؟ يعني أن ولو أنكم زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن تأتي فإنها تعاقب. نعم. إذن جاء هذا يعني بشأنهن لأنها القدوة، فالله عز وجل أمرهن بهذا، لأن المعصية يا أخوان، المعصية من رفيع الشأن تكون أشد قبحا وأعظم جرما. ولذلك يقول بعض المفسرين:
ولذلك كان ذم العقلاء للعاصي العالم أشد منه للعاصي الجاهل، لأن المعصية من العالم أقبح. ثم ختم الله عز وجل الآية ببمناني، ختم ببيان أن منزلتهن، أن الله رضي عنهن، وبين بعد ذلك الختام الذي ذكرته. قال الله عز وجل بعد ذلك في طاعتهن بين: ومن يقنت منكن. من يقنت، والمراد بالقنوت هنا طول أو الطاعة التامة. من يقنت منكن لله ورسوله، والقنوت هو الملازمة للطاعة. نعم، والقنوت ومن يفعل ذلك. قال الله عز وجل تؤتى أجرها مرتين. ثم بعد ذلك وجه الله سبحانه وتعالى نساء النبي: يا نساء النبي، قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. يعني متى تكن أيها النساء لستن كأحد؟ إن اتقيتن. وتجدون في المصحف عندكم مكتوب جيم، يعني جائز الوقف، مع أن الأولى الوقف هنا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، وانتهى المعنى. ثم جاء الأدب أيضا، ها، فلا تخضعن بالقول، واضح، يعني يا نساء النبي لستن كأحد إن اتقيتن، لستن كأحد يعني مختلفات أنتن بهذا، وهذا حث لهن، وهذا الفضل كائن الله، لكن إذا اتقينا الله عز وجل يعني كأنهن إن اتقيتن، يعني حصر الفضيلة في تقواهن. والمراد هنا فلا تخضعن بالقول، يعني جاءت تلك الآداب والدقائق في مسائل الآداب، فلا ترققن الكلام ولا تنطقن بطريقة لينة. ولذلك مخاطبة المرأة لغير زوجها من الرجال بطريقة لينة مثيرة تؤدي إلى فساد كبير. فإذا كان ذاك العصر الفاضل والفضليات، أمهاتنا أمرنا بأن لا يخضعن بالقول، لأنه ربما يتأثر ذاك صاحب القلب المريض، وقد لا تتأثر هي لكن هو يتأثر. وربما بعض النساء الصالحات الآن أيضا تخضع بالقول، ما تدقق في هذا، فتمرض الآخر، وقد لا تكون هي مريضة لكنها أفسدت، وقد تفسدت وتفسد هي. ولذلك ينبغي للمرأة أن تكون في حديثها مع الرجال غير خاضعة، وأن تقول القول المعروف، غير خاضعة بالتودد ولا بالتعطف، لأن قال فلا تخضعن. الخضوع فيه شيء من الصوت المنكسر والذلة، فلا تخضعن بالقول. هو الرجل يسمع هذا الخضوع من كثرة الرجاء والتودد والتدلل، وكذلك أيضا لا تخطأ، لا تخضعن بالقول، سواء منطوقا أو مكتوبا بعد أيضا. يعني بعض النساء قد تكتب رسائل للرجال، إما في تفسير حلم أو في استفتاء أو في غير ذلك، فتخضع بالقول، وقد تكون يعني ما في نفسها شيء، لكن لا، ينبغي أن تتقي الله عز وجل وتتأدب في هذا وتلاحظ الأدب. ثم أرشدهن إلى القول المعروف، يعني ما قال لا تقل لا ولا تتكد، لكن قلنا قولا معروفا. وقرن من القرار، قرن في بيوتكن، المراد بالقرار هنا منازمة البيت. وأيضا هنا سماه، يعني لاحظوا، وقرن في بيوتكن، والبيوت هنا إنما هي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أضافها لهن ترغيبا، هي بيوتكم. وحقيقة البيت تراه بيت المرأة، لأن المرأة تمكث فيه أكثر من الرجل، ولذلك ينبغي للرجل أيضا ما دام المرأة هو مملكتها وهو بيتها، فينبغي للرجل أن يراعي ذلك، وأن يكون للمرأة شيء من الرأي في البيت، ما يصير كل شيء له، هو بيتها، وكل ما ارتاحت وانسجمت مع هذا البيت كل ما قرت أكثر في هذا
البيت. ولذلك يقول في قوله سبحانه وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن، هنا القرار يعني ينبغي أن يكون هذا هو الأصل في المرأة، أنها تقر في البيت، بل حتى صلاتها وهو العبادة صلاتها في بيتها، وإن كنا لا نمنعها لكن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. ولذلك المرأة يعني حقيقة وظيفتها هي القرار في البيت وأداء هذه المهمة العظيمة، وأشرف مهمة هي أن يربى هذا النسل. ولذلك الحقيقة يا أخوان أن المرأة لما ما تقر وتذهب وتشتغل، خاصة المرأة غير المحتاجة، الأم المكدودة الحقيقة بالعمل وبمقتضيات العمل وبمواعيد العمل، لا يمكن هذه المرأة المكدودة أن تهيئ للبيت جو البيت وعطر البيت، ولا يمكن أن تهيئ للطفولة أيضا الناشئة حقها وتعطيها حقها. خروج المرأة الحقيقة بدون حاجة كارثة، إلا ما كان في حال الضرورة. ولذلك البيت هو الأصل، البيت هو الأصل في دين الله عز وجل، وقرنا في بيوتكن. أما لو احتاجت لذلك الأمر وبضوابطه الأمر سائل، لكن أن لا تكون محتاجة وتخرج وأيضا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى. والجاهلية الأولى المراد بهذه الأولى لأنها سابقة للإسلام، وليس هناك جاهلية أولى وأخرى، هذا هو الصحيح، يعني أن الأولى بمعنى المتقدمة، إذ يقال لكل متقدم ومتقدمة أول شيء. وكانت كما يقول مجاهد المرأة تخرج فتمشي بين يدي الرجال فذلك التبرج، وكانت المرأة أيضا تمشي مشية التكسر وغير ذلك مما، أو إنها تلقي عنها الخمار. ثم أتبع ذلك بقوله سبحانه وتعالى يعني وأقمنا الصلاة، وخص سبحانه وتعالى يعني هنا وقرنا وأقمنا. قد تقول برا أنا قاعدة في البيت ما عندي شغل، نقول إن الله يقول وأقمنا الصلاة ما دام الكي فاضية وفارغة، ها فأقيم الصلاة وأقيمها حق إقامتها، ما عندك شيء، أحمد الله عز وجل، فرغك الله عز وجل. ولو قارنت نفسك، أي لو قارنت المسلمة نفسها وخاصة في بلادنا هذه بغيرها من النساء التي تخرج من الصباح الباكر ولا تعود إلا في المساء المتأخر لوجدت أنها ملكة. لكن يعني مثل ما قالوا بعض، ربنا باعد بين أسفارنا، بعض الناس يدعو على نفسه بدل ما كان مرتاح، ربنا باعد بين أسفارنا. أنتم كما في جديدكم إن شاء الله في قصة سبأ، ملوا من الراحة، قوم سبأ سيأتيكم غدا، قوم سبأ ملوا، ربنا باعد بين أسفارنا، كانت أسفارهم قريبة وجميلة وقرآن ظاهرة لكن ملوا من الراحة. بعض النساء تقع في ذلك. والله عز وجل خص الصلاة والزكاة لأهميتها. وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، في الأصل الرجس أهل البيت يعني يطلق على كل شيء مستقذر، وأريد بذلك الذنوب. ويطلق أهل البيت، طبعا الآيات هنا لاحظوا أهل البيت، أهل البيت ما المراد؟ الزوجات. في السورة هذه لم يرد ذكر لأهل بيت النبي الذين هم فاطمة والحسن والحسين وعلي، ها ما ورد لهم ذكر، ما ليسوا هنا. الآيات سباقها ولحاقها كل ما ورد، بل كل ما ورد في القرآن عن الأهل، لأن المراد بالأهل منهم، وإن كان جاء في حديث صحيح في صحيح مسلم أن كما سيأتي إن شاء الله. يقول ابن كثير رحمه الله، ولأهمية المسألة أذكرها لكم وانتبهوا لها، لأن الشيعة يجعلون هذه السورة ويجعلون أهل البيت هذه الآية عمدة، إنما يريد الله أن يذهب عن رزق البيت، ويخرجون الزوجات مع أنها كل الآيات سباقها ولحاقها كلها في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله عن الشيعة، قال هم لا عقل ولا نقل، كذب في النقل وجهل في العقل، فإذا وجد الجهل في العقل وكذب يستدلون بالأحاديث، نعم نقول أحاديث، لكن دخول الأولوي ما على الأقل لا تخرجون الزوجات، يعني هي داخلة بنص القرآن الزوجات في ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت، رجس على البيت هذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته ها هنا، لأنهن سبب نزول هذه الآيات. وقد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك،
فقد روى الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك قال أن رسول الله كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة يقول الصلاة يا أهل البيت، ثم يتلو هذه الآية. وقال بعض العلم، كان في الحديث مقال، قال بعض العلماء والتحقيق إن شاء الله أننا داخلاتهم في الآية بسبب السياق. نحن نقول ما نخرجهم، لكن هم داخلين والأزواج داخلين. ونظير ذلك دخول الزوجات في اسم البيت في زوجة إبراهيم، قالوا أتعجبين من أمر الله، زوجة إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وأما الدليل على دخول غيرهن فحديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أنهم أهل البيت، ودع الله أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. وبما ذكرنا تعلم أن كما يقول ابن كثير أن الصواب شمول الآية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولعلي ولفاطمة والحسن والحسين. فإن قيل الضمير في قوله ليذهب عنكم الرجس وفي قوله يطهركم تطهيرا ضمير ذكور، فلو كان المراد أزواج النبي يعني، لكن لا أطيل في هذه المسألة. نعم، حتى في قصة موسى قال لأهله، سماهم أهل، إذن حتى القرآن في قصة موسى. ثم ختم الله عز وجل ذلك بقوله واذكرن ما يتلى عليكن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن. فقال الله عز وجل ذكرهم بهذا المتلو في البيوت من آيات الله والحكمة، يعني اذكرنا ما يتلى، سواء تذكر لكم في أنفسكم أو ذكره للناس وتبليغه، يعني تبليغ هذا واذكرنا، يعني اذكرنه أنتن، أو أيضا والمعنى الثاني اذكرنه للغير. إن الله لطيف خبير لا يخفى عنه من حالكم شيء. ثم ساق سبحانه وتعالى توجيها بعد ذلك بقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ورد في سبب نزول هذه الآية أن كما جاء عن أم عمارة الأنصارية أنها قالت ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن، فنزلت هذه الآية. وإن كان الأقرب في معناها والله أعلم أيضا بارتباطها أن هذا كان الفضل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عام في كل من كانت مسلمة. والمراد بالمسلمات هنا المنقادات والمستسلمات لله، والمؤمنات المصدقات بقلوبهن، والقانتات طويلات القانتات هن اللاتي يواظبن على طول القنوت، والصابرات أيضا القانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات إلى قوله سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وذكر يعني الذكر هنا ذكر كثيرا ذاكرات، وهنا نجد القرآن يذكر هذه الصفات. وعموما لعلي أختم بمسألة الذكر هنا، فقال الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا. الذكر في القرآن كل عبادة، كما يقول ابن عباس كل عبادة حدت بحد، ما هي بكثيرة، لها مواصفات، إلا الذكر ذكرا كثيرا. وكل عبادة عذر فيها إذا عجز إلا الذكر، لأن الإنسان ما يعجز عن الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه عليه الصلاة والسلام ذاك الكبير السن الذي قال في حديث عبد الله بن بسط قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل أتشبث به ولا تكثر علي. وفي رواية قال رق عظمي وضعف، فأخبرني بعمل أتشبث به ولا تكثر علي. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ثم يعني لعل الوقت يعني نكتفي بهذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.